أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن المشاركة الفاعلة لجمعية هذه هي البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أرسلت رسالة قوية مفادها أن البحرين رائدة باستمرارها في تهيئة الظروف الكاملة للتسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان. وقد أوضح الزياني خلال زيارته لمعرض البحرين للتسامح المقام حاليا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية أن المبادرات المبتكرة لجلالة الملك المفدى في إرساء دعائم السلام والعيش المشترك تثبت عراقة تاريخ البحرين في تمازج مختلف الأعراق والديانات على اختلاف طوائفها ومعتقداتها، وتؤكد للعالم مدى فعالية تجربتها في التسامح لنشر قيم السلام والمساواة بين جميع بني البشر. قدم بالشكر والتقدير إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على هذه المبادرات القيمة، حقيقة أيضا مناسبة بالتوقيت والمكان تبعث الفخر لدى الجميع. فالموضوع اللي تناولته كافة جهود مملكة البحرين خلال الجمعية العامة في الأمم المتحدة لإبراز مدى تسامح البحرين.